كل العالم بتحب السهرة تاكل نقنقات هي وقاعدة عم تحضر تلفزيون، بس انتو بتعرفوا انه هيدي اشياء بتكون كتير دسمة وبتنصح. انا اليوم حعلمكن تحضروا تغميسة كتير طيبة، فيكن تاكلوها مع خضار او فيكن تاكلوها مع كراكرز اذا انتو بتحبوا، بس صحية. منحط كوب لبن، كوب خيار مقطع صغير، حبة ثوم مطحونة، معلقة كبيرة شبت مفروم، 2 معالق صغار عصير ليمون حامض، وملح وفلفل حسب الرغبة. منخلط المكونات كلها مع بعضها ومنقدمها. وهيك منكون قدمنا هالتغميسة السهلة والطيبة كتير، واللي كتير رح تنبسطوا فيها لما تاكلوها انتوا قاعدين بالسهرة.